بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر بأن النفاب هو المخرج من العذاب. النفاب ترك العادة السرية هو المخرج من الحالة الردية. تذكر أن ما أنت فيه من نعمة، من حرية، من خروج إلى أماكن سياحية، من شم الهواء والنسمات العليلة، من الالتقاء بالأصحاب، من التحدث مع الأغراب، من التواصل بطرق ناجحة فعالة مرضية، من بناء الذات، من الحصول على الملذات، من ترك المؤلمات، من هجر للتقيد بالغرفة أو بالكرسي أو بالفراش أو بالحمام أو بأي مكان كنت أنت تمارس فيه هذه العادة الردية السلبية السرية. تذكر كيف تحسنت صحتك بالتدريج مع الوقت. كذا تذكر كيف تحسنت عباداتك، كيف قلت آثامك. تذكر كيف تعدل مظهرك، كيف تحسن جوهرك، كيف زال القلق، كيف تبدد معظم التوتر والكثير من التوتر، تبدد التوتر الهدام وبقى التوتر الذي يمكنك التعايش معه والذي يصاحب انتقالك لمرحلة جديدة، والتوتر الذي يستمد منك، والتوتر الذي يدفعك إلى تحقيق أمور وإلى الابتعاد عن أشياء، التوتر الذي ينبغي عليك أن تكون بتوافق وسلام معه، بتوافق معه وسلام، والتوتر الذي يقول لك بأن هناك أفكار يجب أن تتخلص منها، الذي يقول لك نعم عليك أن تقوم ببعض الأمور، التوتر الذي لديه رسالة يجب أن تجيبها، أو فكرة يجب أن تتخلص منها، أو فعل يجب أن تقوم به. أما القلق الذي لا داعي له والقلق البسيط فبإمكانك التخلص منه، لكنك تخلصت من معظم القلق الهدام، خلصت من التقيد، وأنت الآن يجب أن تلتصق بروتين يومي فعال. يجب أن تلتصق بروتين العمل على ترك العادة السرية. يجب أن تقوم بتمارين يومية. فتسأل نفسك ما أسوأ ما حدث في المرة الأخيرة عندما انتكست؟ كنت مقيدا، لا أستطيع الحركة، مشلول الجوارح، قلق، متوتر، أشعر بعدم التحكم، أشعر بالخوف، أشعر بالألم، أشعر بالندم. الصحة في انحدار، التغذية في اندثار، النفسية في تحطم، تعاملك مع الناس بأما بهروب أو بصدام أو لا تستطيع التحدث، قد تفوت الصلوات، قد تقوم بفعل العديد من المنكرات. كنت خائف، كنت متألم،
كنت تحلف وتتوعد، كنت تريد أن تنتقم، كنت بحالة شبيهة بحالة من يريد أن ينتحر، كنت باكتئاب، كنت بعذاب. والنجاح بعيد، نجاح في أي جانب بجانب حياتك تراه بعيدا، وترى الحياة بمنظار وبمنظور مختلف تماما عن منظور الشخص الطبيعي ووعيك غير معقول، تركيزك مبدد، ذكائك مشتت، تذكرك بسيط وبدائي، تذكرك يعني شيء لا يذكر، تنسى حتى أوضح الأمور، حتى العبارات الدارجة. يعني حبا بالله هذا شيء يعقل، هذا شيء يعقل، أو سلوك إنسان يعي ما يفعل. أمامك حياة جميلة، لكن أنت حصرت نفسك وذهنك بفكرة مفادها بأني إن لم أحصل على الجنس الآن فأنا في عذاب، وما أتتك بهذه الفكرة هو مجرد الهوان فقط، وابتعاد الحصول على الجنس عنك، والألم النفسي الملازم لك، وتحطيم جوانب حياتك بكل تفاصيلها الفرعية، وبالأخص الأمور الأساسية. جعلت ألم تسأم من معيشتك كشخص فاشل، ألم تسأم العيش كشخص فاشل، كشخص يؤجل الأمور، كشخص يهرب، كشخص لا يتمرن، كشخص يجزع من الناس، كشخص لا يعرف أن يصفف كلماته، لا يعرف أن يبني أبسط عبارة، ولا وتنافسه أبسط إشارة، كشخص دائما متألم، دائما يضيع أوقاته. أهم ما في يومك هي هذه 3 ساعات التي تكون أنت فارغ فيها، تستطيع أن تبني فيها نفسك، تستطيع أن تستمتع فيها، تستطيع أن تتواصل مع الناس، تضيف في رصيدك في أمور شتى، في الرياضة، في الصحة، في العمل، في المال، في العلاقات، في كل الجوانب حبا بالله. لماذا؟ لماذا تحطم كل هذه الإمكانيات التي حباك الله بها؟ كفى الآن، كفى، كفى ألما، كفى مضيا بهذا الطريق. وفي المقابل، ما الذي جلبت لك، ما الذي جلبه لك ترك العادة السيئة؟ ما الذي جلبه لك النفاب؟ تخلصت من معظم العذاب. نعم، البعض يريد أن يحصل على كل النتائج، منشأ ألمه بغض النظر عن الآثار الانسحابية. طبعا صحيح هناك ألم الآثار الانسحابية، هناك ألم مواجهة حياته، هناك ألم بسبب تركه لأمر كان هو شغف فيه، كلها أمور مؤلمة جدا. وأيضا لأنه يستعجل، كان يعيش من غير معنى، كانت أمور محطمة وحطمها أكثر بالعادة السرية، هناك أمور كثيرة يريدها ولم يحصل عليها، ويريد أن يحصل عليها الآن أو يحصل عليها بعد 8 أيام من ترك العادة السرية. يريد أن يصبح سوبرمان، يريد أن يصبح باتمان، يريد أن يصبح آيرون مان، يريد أن يصبح سبايدر مان، فقط لأن ترك العادة السرية لمدة 8 أيام. فهذا يعقل؟ ناس تتعب بالرياضة لسنوات وتريد أن أنت تسبقهم بمجرد ترك لأيام ولحظات؟ مستحيل، مستحيل. هؤلاء الأشخاص
بنوا جسدهم على مدى سنوات. كن ممتنا إن رأيت تحسن كبير في مدة ثلاثة أشهر. بل أنا أقول لك بأنك سترى تحسن مدة أسبوع أسبوعين شهر. كن ممتن للمكاسب البسيطة الابتدائية التي تحصل عليها. هذه تعطيك فكرة عن ما سيحصل بعد ثلاثة أشهر، بعد سنتان، بعد سنتين. لا تستعجل أخي الكريم، لا تستعجل. أنا أعلم بأن بعض المرات يكون وضع مؤلم، وفي الغالب يكون وضع مؤلم لأن نفسية تارك العادة السرية أنه يريد أن يحصل على الجنس الآخر، النساء الآن، يريد الآن بنت، يريد الآن عمل محترم، يريد الآن علاقات طيبة، يريد الآن يقرأ كل الكتب، يريد الآن أن يحصل على جسد رائع. وعندما يعني يستعجل النتائج فيشعر بألم قد يقود هذا الألم إلى الانتكاس والندم. إياك يا أخي الكريم، دائما دائما قم بتمارين العادة، ترك العادة السرية النوفاب. أنا لا أقصد التي وضعتها فقط في أول يوم، لا، في كل فيديو هناك تمارين أنا أذكرها، وإن شاء الله سأقوم بكتابتها في الشرح، سواء الفيديوهات الماضية، بشرح الفيديوهات الماضية أو بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. إن الله قدرني أقدرني. ما المعنى من النوفاب؟ المعنى من النوفاب أن صحتك تحسنت وما زالت تتحسن، بأن مظهرك رجع إلى طبيعته التي خلقك الله عليها، بأن ضربات قلبك بدأت تنتظم، ضغط دمك بدأ يصبح على المستوى الطبيعي، بأن وقتك استرجعته، هذا الوقت الذي تستطيع أن تخرج فيه وتستمتع مع أصدقائك، تستطيع أن تتأمل فيه بالطبيعة وتحصل على السعادة والمشاعر الإيجابية التي ستأتيك بنتائج إيجابية. المعنى من الترك بأنك أصبحت شخص محترم، شخص تتعامل مع الناس بحكمة، بأنك أصبحت تعيش حياتك بشكل كامل، بألمها، بلذتها، بسعادتها، بتعاستها، لكن كشخص طبيعي وليس بمشاعر متطرفة كما كنت. مشاعر متطرفة قمة الألم، قمة اللذة، قمة سعادة، قمة تعاسة، قمة والله لا يوجد سعادة، السعادة قمة ربما السرور المؤقت الذي لا يعدو دقيقة أو دقيقتين. لكن السعادة الحقيقية في النوفاب، السعادة الحقيقية في ترك العادة السرية، ليست تجربتي، تجربة كل من علق، كل من أرسل، سواء وكل النوفابرز التاركين في العالم. أخي الكريم، قم بتذكير نفسك خلال اليوم، قم بممارسة التمارين، قم بتوعية نفسك دائما، قم بالالتصاق بالروتين اليومي الذي وضعته من أجل ترك العادة السرية. دائما تذكر أن نظرة واحدة قد تفتك فيك، دائما تذكر أن نظرة واحدة حتى لو لم توقعك فإنها ستستنزف طاقتك وتوقعك في الحزن الذي أنت في غنى عنه، وطاقتك هي أول ما عليك، وإن استنزفت طاقتك أصبحت على مشارف الانتكاس. دائما حافظ على نفسيتك، دائما قض بصرك، بالذات من الصور التي في الانترنت. الصور التي في الانترنت بإمكانها أن تذيب الحديد، الصور التي في الانترنت والفيديوهات فتنها عظيمة جدا جدا جدا.
لذلك من ينجو من العادة السرية يعني يقال له ويحه كيف نجا، لكنه بسيط على من وفقه الله إليه. إن أنت غضبت بصرك فأنت كففت شر هذه الفيديوهات والصور. كيف تغض بصرك؟ دائما وعي نفسك، دائما تذكر أسوأ المواقف التي وضعتك فيها، أشخاص وأصحاب خسرتهم بسبب أنك أما كنت تصطدم معهم، أما أن أنت كنت تواعدهم وتخلف وعدك، أما أنك أنت يعني مرت مواقف يجب أن تقف معهم ولم تقف، وكانت سلوكياتك غير معقولة معهم. الأشخاص الأصدقاء أنت تحتاج إلى هذه الأمور، وأيضا الزوجة إن كنت تريد زواج ناجح، بالله عليك أخي الكريم حبا بالله حافظ على النفاب، حافظ على ترك العادة السرية، حافظ على روتين صحي، لا تهوى عواء الملاذ، أكل دسم، أكل غير صحي، راحة، ما الذي ستأتيك به راحة سوى غير راحة؟ قم بالتحرك، قم بالحركة، قم بالحركة. هذه الحركة والرياضة ستأتي تلقائياً إن أنت قمت بالنوفاب وقمت بترك العادة السرية. التواصل مع الناس بشكل فعال سيأتي تلقائياً إن أنت قمت بترك العادة السرية. فقط قم بترك العادة السرية، فقط ركز على هذا الموضوع ولا تسمح لأي فكرة أخرى وأي هدف آخر بأن يتسلل. ولكي تؤدي النوفاب بشكل صحيح وفعال تنجح فيه، حافظ على نفسية رائعة، حافظ على مشاعر إيجابية طيبة. إن شاء الله نقوم بفيديو آخر اليوم أيضا. محبكم في الله، وتواصل، وإن شاء الله نلتقي معكم. دائما يا أخي الكريم قف وقفة صدق مع نفسك، واجه نفسك حتى لا تقع، لأن أهم شيء لا تقع، أهم شيء لا تقع. أرجوك أرجوك أرجوك، أنت مدين لهذا، مدين بهذا لنفسك. أرجوك مهما حصل، مهما صفعتك الحياة، مهما أتتك من الأكلات، فالتصق بالنوفاب، قم بإكمال النوفاب، لأن هذا هو المخرج الوحيد من العذاب. هذا الشيء الوحيد اللي سيجعلك محترم بين الناس، هذا الشخص الشيء الوحيد اللي سيجعلك رجل أمام النساء، هذا الشيء الوحيد الذي سيجعلك ناجح عمليا صحيا جميع نواحي. محبكم بالله محمد الطان، إن شاء الله نلتقي فيكم في الفيديو القادم، وفي أمان الله.